أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن صناعة الدواء في مصر تاريخية وعملاقة وتمتد لأكثر من 100 عام، وأن الدولة تمتلك بنية أساسية عملاقة في هذا القطاع. وخلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بمصنع الأدوية بالسادس من أكتوبر، أوضح رئيس الوزراء أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم إنشاء 15 مصنعا جديدا لمصانع الأدوية، ليصبح إجمالي عدد المصانع الأدوية في مصر 172 مصنعا. آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنع جديد لمصانع الأدوية، بحيث خلى دلوقتي إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر 172 مصنع. مصانع مستحضرات التجميل آخر 3 سنين 33 مصنع جديد، وبقى عندنا في مصر 120 مصنع، بالإضافة إلى 116 مصنع مستلزمات طبية والأجهزة وكل الحاجات دي. ده بالإضافة بقى لمجموعة أخرى مهمة جدا جدا جدا، وهو 4 مصانع جديدة النهاردة لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية اللي بتدخل بقى في صناعة الدواء.